والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لازلنا في ذكرى حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، بذكر ما أنعم الله به علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأكبر نعمة وأعظمها أن جعلنا من أمته، ونرجو الله أن يثبتنا بقوله الثابت على هديه إلى أن نغادر هذه الدنيا للآخرة مرحومين إن شاء الله. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور، أي الذي آتيناه داود عليه السلام، من بعد الذكر، أي من بعد التوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، هذا الحكم المستقبلي بأن الأرض يورثها عباد الله الصالحين. أي أرض؟ ما هي هذه الأرض؟ الأرض هي الأرض المقدسة. ولقد كتبنا في الزبور، الزبور الذي أنزل على داود، وأتينا داود زبورا، من بعد الذكر، أي من بعد التوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض المقدسة، والأرض المقدسة هي التي أشار إليها القرآن في قوله تعالى: الأرض التي باركنا حولها، وهي بيت المقدس وما حوله من بلاد الشام كلها. فهذه البلاد كلها مقدسة مباركة. لمن هذه الأرض؟ وعد بها بني إسرائيل ودخلوا إليها بعد أن تعنتوا على نبيهم، إلى أن تصفوا واستقاموا على أمر الله ودخلوا ونفذوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم موسى، ثم بغوا في الأرض وأفسدوا، فبين الله لهم أنهم إذا أفسدوا سيزيلهم من الأرض، فأزالهم. جاء بخت نصر فضربهم في زمن دخول سيدنا عمر رضي الله عنه على فلسطين، عندما استلم مفاتيح بيت المقدس شرط عليه الرومان النصارى، شرطوا عليه شرطا ألا يدخلها يهودي، يعني ما عادت أرض اليهود، ما عادت أرض إسرائيل، لأن الله سبحانه وتعالى نزعهم منها وأبعدهم عنها لفسادهم ولعدوهم ولعدوانهم ولعتوهم. والله تبارك وتعالى كتب أن الأرض يرثها، أرض بيت المقدس يرثها عبادي الصالحون. وقد وفى الله بوعده عندما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به المؤمنون واستقاموا على أمر الله، أورثهم الله هذه الأرض وجعلها لهم. فقال تعالى في آخر الآية: إن في هذا، أي الذي بيناه لكم، لبلاغا لقوم عابدين، تنبيه وتبليغ لأناس يعبدون الله أي يطيعونه. أما الأناس الذي لا يعبدون الله ويعبدون فلانا أو فلانا أو غير الله من طواغيت الإنس والجن، هؤلاء لا يبلغهم هذا الأمر ولا يفقهونه، ويظنون أن اليهود عندما دخلوا فلسطين بمساعدة العالم كله ليتآمروا على الإسلام في منطقة حساسة في منتصف الشرق الأوسط، عندما دخلوا يظنونهم أنهم سيطروا وانتهى الأمر. لا لا، اليهود سيفسدون في الأرض مرتين، ظهر الفساد الأول وأرسل الله لهم بخت نصر، والفساد الثاني الآن، وسيقتلهم المسلمون كما بلغنا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق. واليهود وزعماؤهم يعرفون أن ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم حق وسينفذ. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الصخرة أو الشجرة، فتقول الصخرة أو الشجرة: يا مسلم، يا عبد الله، هذا ورائي يهودي، تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود لا ينطق. ولذلك اليهود الآن يزرعون في فلسطين الغرقد، فليزرعوا من الغرقد ما شاءوا، وليستعينوا بالأمم الذي يريدون، ولكن لا بد أن يظهر الحق. وكثرة عدوان أعداء الله على المسلمين ليذلوهم وليقتلوهم حتى يحموا هؤلاء الشرذمة
التي جاءت من الآفاق وتآمرت على العالم وسخرت حكومات العالم كلها لمصلحتها باسم الصهيونة، شعوب الأرض نصارى، والنصارى فيهم رهبانية وفيهم سكون وفيهم إنسانية. أما هذه الحكومات التي تساعد على قتل المئات بل الألوف في منطقة معينة لا لشيء ولا لهدف إلا لحماية إسرائيل حتى يحطموا المناطق التي حول إسرائيل ويزيلوا عنها حكم الله ولا يجعلوها ممن يؤمنون بالله. فالله تبارك وتعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اصطفيناك يا محمد رحمة للعالمين. هذه الرحمة المهداة من الله تبارك وتعالى بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم كانت رحمة للجن وللإنس. عندما اهتدى منهم من اهتدى إلى الحق فأقاموا الحق، أقاموا حكم الله في أرض الله، أقاموا حكم الله في أرض الله، فاستقام الأمر للناس وعاشوا في سلم حقيقي. وأين السلم الذي نعيش فيه؟ تحت ظلال هيئة الأمم أو عصبة الأمم اللي قبلها أو غيرها، أين السلم؟ العالم كله يتصارع ويتفنن في السلاح وفي القتل، القتل للقتل، الدماء تسيل ولا ينتبه الناس. لماذا؟ لماذا هذا؟ ليتسلط جماعة على جماعة؟ لو أن أمريكا أو إنجلترا تقاتل المسلمين من أجل أن تتسلط عليهم كان الأمر نص مصيبة، ولكن من أجل أن تحمي اليهود، لأن اليهود أفهموهم أنهم عندما يقيموا قوة في منطقة الشرق الأوسط يستطيع أن يسيطروا على المسلمين فلا يخشى العالم الغربي خطرهم. الآن في هذه المعارك الضارية التي يقتل فيها المسلمون المؤمنون ومؤمنات رجالا ونساء وأطفالا ورضع، نبهت البشرية، نبهت الناس من المسلمين قبل غيرهم أن هذه المنطقة لا يمكن أن يسكتوا فيها على عبودية لغير عبودية الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يعودوا إلى الله ويتحرروا. ومن هنا نقول إن هذا الإسلام دين الحرية الذي حرر الناس من العبودية لغير الله هو فضل ورحمة من الله للعالمين. وهذه الرحمة أيضا ليست للإنس والجن، بل أقول هي لكل الكائنات، للنباتات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يدك وسيلة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني نخل صغير، فليغرسه. فشجع الإسلام الغرس والبناء والعمران والخير، ونحن جهلنا ديننا فتراجعنا. الإسلام أمر بالرفق بالحيوان. أين العالم اليوم من الرفق بالإنسان وبالحيوان الذي تسيل دماء بني آدم شرقا وغربا؟ لماذا؟ لأن دولة كذا خططت كذا ودولة كذا خططت كذا. هل هذا دين يريح البشرية يضع فيها السعادة؟ لا والله، لا يريح البشرية إلا الرحمة المهداة التي أرسلها الله تبارك وتعالى للعالمين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: انظروا أيها الإخوة، رحمة الإسلام، رحمة هذا الدين بالحيوانات أيضا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من فتات الأرض. دخل الله النار لأجل هرة. فويل للذين يقتلون الناس رجالا وكبارا وصغارا. لماذا؟ ليثبت فلان على كرسي ويتسلط على الآدميين؟ هل هذا دين؟ هل هذا مبدأ؟ هل هذا كفر؟ أسوأ من الكفر، هذا عمل الخنازير والعياذ بالله تعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا: بينما رجل يمشي إذ أدركه العطش فرأى بئرا فنزل فيها فشرب ثم رقي، خرج من البئر فرأى كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال هذا الرجل: لقد بلغ هذا الكلب مني من العطش مثل ما بلغ مني. فنزل البئر وملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى يستطيع الصعود، حتى رقى، يعني خرج من البئر، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. هذا ديننا أيها الإخوة، دين الرحمة، دين الإنسانية، دين العطف حتى على الحيوانات. الحيوانات التي سخرها الله للذبح وخلقها تسعد وتلتزم بالذبح، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرفق بها. قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا هو ديننا، نريح الحيوان، فكيف بالإنسان
أما أديان أخرى التي نحكم فيها في بلاد المسلمين وفي غيرها فهي دين القتل ودين الإرهاب ودين الظلم، ومع الأسف نحن نعيش في عصر الدجل، يعني الكذب، الأمور مقلوبة على رأسها. من يتسلط على الناس ويقتلهم ويستزلهم ويعذبهم حتى الموت من أجل أن يخضعوا لسلطانه، هؤلاء الإرهابيون يسمون أنفسهم دولة سلطان ولها كرامة وما حد يتعدى عليها، والذين يقتلون ويدافعون عن أنفسهم وعن أعراضهم وعن أموالهم هؤلاء يسمونهم إرهابيون، ويصدقهم بعض الجهلة وبعض المنتفعين، انتفعوا بما شئتم فإلى القبر مصيركم ومصيرنا، واعملوا ما شئتم فإن مصيركم إلى النار إذا لم تتحرروا من هذا العدو الكافر الظالم وتطيعوا الواحد أحد الجبار سبحانه وتعالى عما يشركون. والحمد لله رب العالمين.